أعزائي التلاميذ والتلميذات، مرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية الإسلامية. تعلق الأمر بدرس الاستجابة، صلاة العيدين. إذن على بركة الله ننطلق من أهداف الدرس. الهدف الأول يتعلق بتعرف صلاة العيدين، بمعنى أنك ستكون قادرا على تعرف حكم صلاة العيدين وتوقيتها وعادة ركعاتها وخطبتها كذلك، ثم ستتعرف كذلك على الاختلاف بينها وبين صلاة الجمعة، وأخيرا سوف تتعرف بآداب يوم العيد وكيفية أدائها والتعود عليها. إذن بداية سننطلق من هذه الصور. الصورة الأولى، الصورة فهي تظهر لنا عددا من المصلين يؤدون صلاة العيد في العراء، وهو مكان يسمى المصلى. وكذلك بالنسبة للصورة الثانية نفس الشيء، فهناك عدد من المصلين يؤدون الصلاة، ولكن في هذه المرة ينصتنا للخطبة. إذن هناك صلاة وهناك خطبة، هذين عنصرين، هذان العنصران هم اللذان يشكلان صلاة العيد. نبدأ بالصلاة، بعدها نجلس لإنصات لخطبة العيد. بالنسبة لهذا النص، أولا قال الله تعالى فصل لربك وانحر. إذن هذه الآية القرآنية من سورة الكوثر الآية 2، فهي تحث على صلاة لله وكذلك النحر. إذن فالصلاة هنا صلاة عيد الأضحى، والنحر هو نحر أضحية العيد. إذن فالله تعالى يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله يأمر المسلمين جميعا بأداء صلاة عيد الأضحى وكذلك بنحر الأضحية. من خلال هذا النص الثاني، عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة. إذن هذا النص يوضح لنا صفة صلاة العيد، فهي تبتدئ بالصلاة أولا، وهذه الصلاة تتضمن ركعتان تؤدى، يعني هذه الصلاة تؤدى جهرا في المصلى قبل الخطبة، بعدها يجلس المصلون لاستماع إلى خطبة العيد، وهذه الخطبة غالبا ما تتضمن يعني نصائح وتوجيهات من قبل الإمام للمصلين في طريقة التعامل مع يوم العيد، أو تتطرق إلى مواضيع أخرى متعلقة بالشريعة الإسلامية. وتكون هذه الصلاة بغير آذان ولا إقامة، عكس صلوات مفروضة كصلاة الجمعة وصلوات الخمس التي تؤدى كل يوم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. بالنسبة للنص الثالث، عن عمرو بن عوف المزني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة يعني الركعة الثانية خمسا قبل القراءة. وهنا نتحدث عن أن صلاة العيدين تتميز بالتكبير، فبعد أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فإنه يكبر سبع تكبيرات قبل أن يقرأ السورة الفاتحة والسورة. ونفس الشيء بالنسبة للركعة الثانية، فبعد القيام وبعد تكبيرة القيام ينطق الإمام خمس تكبيرات قبل أن يستهل قراءة الفاتحة والسورة. هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه. أما الآن سوف نتحدث عن خلاصة لما سبق أن تناولناه. إذن فصلاة العيدين هي سنة مؤكدة، إذن فهي سنة مؤكدة، بمعنى عندما نتحدث عن التوكيد أو التأكيد عفوا، فإن تعني أن يجب على كل مسلم أن يؤدي هذه الصلاة. تؤدى في المصلى بطبيعة الحال، مكانها هو المصلى ليس المسجد،
وبغير آذان ولا إقامة، تكون قبل الخطبة، لحد صلاة تتكون من الصلاة والخطبة، لكن الصلاة الركعتين فهي تكون قبل الخطبة ليس بعد الخطبة مثل صلاة الجمعة. إذا أعيد، فهي سنة مؤكدة، هي لا ترقى لدرجة الفريضة ولكنها سنة مؤكدة، فهي واجبة يعني على كل مسلم يؤديها لأن فيها التأكيد. وهي كذلك عبارة عن ركعتين يكبر فيهما المصلي، هذه صفة هذه الركعات أنها تتضمن 7 تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام. ننتقل الآن إلى توظيف هذه التعلمات، لكن قبلها يجب أن نتطرق إلى ما يجب علي أن أقوم به يوم العيد. إذن كما قلنا، فإن من بعض المستحبات التي يجب على الإنسان أن يلزمها يوم العيد أو أن يقوم بها يوم العيد هو أن يلبس أحسن الثياب، وكذلك أن يبكر في الحضور إلى المصلى، أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر ماشيا على القدمين إن تيسر، كذلك يعني يستحب أن يكبر الإنسان بلفظ الله أكبر الله أكبر في أيام العيد، وأن يرفع صوته بالتكبير. كذلك يهنئ المسلمون بعضهم بعضا، وكذلك يظهرون الفرح بهذا العيد. وهي العيد كذلك فرصة لزيارة الأهل والأحباب وصلة الرحم، وكذلك فرصة للتصدق و يعني الإنفاق في سبيل الله ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وهذه كلها قيم يعني يجب أن نتعود عليها يوم العيد. هناك ما هو خاص بالعيد، وهناك بعض القيم التي يجب أن نتحلى بها ونتعود عليها دائما، يعني حتى في الأيام العادية دون أيام العيد. إذن لتوظيف هذه التعلمات يمكن أن ننطلق من السؤال الأول. أولا، أميز من بين الممارسات الآتية تلك التي يجب علي أن أتعود عليها يوم العيد. لدينا أكبر الله، فعلا أكبر الله هذه من الممارسات التي يجب علي أن أقوم بها يوم العيد. ألعب في المصلى، هذا ألعب في المصلى فهي ممارسة لا يجب علي أن أقوم بها، فهي لا تمت بصلة لقيامي يوم العيد. أتصدق، فعلا يجب علي أن أتصدق على الفقراء والمحتاجين، هذه كذلك قيمة من القيم التي يجب أن أقوم بها يوم العيد وفي غير يوم العيد. بالنسبة لأزور أقاربي وأصدقائي فهي كذلك قيم ضروري أن ألتزم بها، وهي صلة الرحم. إذن هذا من بين هذه القيم، هناك 3 قيم يجب علي أن أتعود عليها يوم العيد. بالنسبة للسؤال الثاني، ما الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين؟ فهذا السؤال يمكن أن نفصل فيه انطلاقا من أولا من المكان. مكان صلاة العيدين يختلف عن مكان صلاة الجمعة. صلاة الجمعة تؤدى في المساجد، وصلاة العيدين تؤدى في المصلى. بالنسبة للتوقيت كذلك، صلاة الجمعة هي أسبوعية، هي كل يوم جمعة. أما بالنسبة لصلاة العيدين فهي صلوات تؤدى مرة كل سنة. فبالنسبة لصلاة عيد الفطر تؤدى بعد شهر رمضان، بعد فريضة الصيام. صلاة عيد الأضحى تؤدى بعد فريضة الحج، يعني في العاشر من محرم، من عفوا من ذو الحجة، في العاشر من ذو الحجة. بالنسبة لعيد الفطر فهو يوم فاتح شوال، فاتح بعد انتهاء شهر رمضان، بعد خروج رمضان يأتي فاتح شوال، فهو يوم عيد الفطر. بالنسبة لي صلاة عيد الأضحى توقيتها هو العاشر من ذي الحجة، أي بعد انتهاء من أركان من أداء فريضة الحج، انتهاء من الوقوف بعرفة، يعني أداء الركن الأكبر في
فريضة الحج. أما حكم هذه الصلاة صلاة العيدين فحكمها هو السنة مؤكدة، تختلف عن صلاة الجمعة التي هي يعني فريضة، هي فريضة. إذن صلاة الجمعة فريضة وصلاة العيدين سنة مؤكدة. هكذا أتينا على نهاية هذه الحصة، شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.